ورجعها ورا على طول لعفروتو، وعفروتو ترقيصه عفريته وتروح على طول لحسام غالي. الله، وتطلع الكوره فين؟ هنشوف ايه الحكايه. اللي يصفر علي فرج يعني فيها حاجه، وانزل علي فرج وفيها ضربه جزاء. اهو شفتوا الترقيصه، وحسام غالي عمل تمريره حلوه قوي وانطلاقه من فضل وضربه جزاء للنادي الاهلي. اقعد يا استاذ عبد الحفيظ، دائما كوتشات النادي الاهلي انا بعذرهم برضو على اي حال. علي فرج خد انذار جزاء للنادي الاهلي، ومحمد ابو تريكه كان هيجيبها، انما حلوه. الهدف رقم 99 للشيخ ابو تريكه، والهدف الثاني للنادي الاهلي، والثاني ايضا لابو تريكه النهارده في الدقيقه 78، يعني في الدقيقه 39، يعني في الدقيقه 34 من زمن الشوط الثاني. يتقدم النادي الاهلي بهدف لابو تريكه، الهدف الثاني ليه في المباراه، ورقم 99، ويبقى هدف على ان يخش نادي المئة. يا ريت عماد يوسف يديني اسامي بتوع النادي المئة، عماد يوسف ده المعد بتاعنا. وانفجر الملعب واستاد القاهره احمر وانفجر بالهدف الثاني لابو تريكه من ضرب الجزاء، وكاد علي فرج يجيبها، انما ابو تريكه يحرز الهدف الثاني. الاهلاويه بقالهم فتره ما سمعناش الصوت ده، حقهم. وزيزو له يعني كل نرفع قبعة عليه الصراحة يعني.